يعني عايز اقول لك على حاجه ليكم كلكم، هو انا النهارده الشاب او الشابه اللي هيخش كليه الاداب او كليه التجاره او كليه الحقوق فرصه العمل بتاعته قد ايه؟ طب الكلام ده معروف من كتير، من 10 15 سنه اكتر. طيب احنا كدوله، احنا كتعليم عملنا ايه عشان نقنع اولادنا وبناتنا واسرهم ان هو ما بقاش يستهدف فقط ان يبقى معاه شهاده ويخلص ذمته الاب او الاسره يعني من ابنهم يقول له احنا علمناك احنا ايه؟ وبالتالي طب هو لما علمته الاربع سنين اللي انت خدتهم منه دول اللي هي الفرصه اللي كانت متاحه ليك كاسره وكحتى كجامعه انها تشكل او تبني شخصيه قادره على ان هي تلاقي فرصه عمل تعيش. احنا ما عملناش كده، واحنا عارفين ده كلنا ان في كتير من التخصصات اللي احنا بندرسها وبتستوعب حجم من ابنائنا وبناتنا اللي في الثانويه وهم فرص العمل ليهم هتبقى منعدمه ولا محدوده مش عارف. وبالتالي طب انا عايز اقول لكم على حاجه، في نفس الوقت سوق العمل مستني مئات الالوف من الناس اللي هي في الرقمنه. سوق العمل مش في مصر، في مصر وبره مصر مستني ايه؟ سوق مستني شخصيه او بني ادم او انسان او انسانه متعلم المجال ده. طب احنا بنخرج لسوق العمل قد ايه لفرص عمل حقيقيه في السوق العمل سواء كان مصري او غير مصري؟ انا هنا ما بتكلمش في جوده التعليم خالص، انا بتكلم في نوعيه واختيار مسار التعليم. هل النهارده اولادنا وبناتنا اللي موجودين في الجامعه في الاداب، وطبعا ده مش معناه يعني تقليل من الاداب يا دكتور ايمن انا ما اقصدش، لكن اقصد اقول احنا ممكن نكون محتاجين منهم نسبه لكن مش الكتله دي كلها. الكلام ده في كتير من التخصصات اللي بيتم خروجها. فنرجع تاني عايز اقول ان اللي احنا عملناه خلال الفترة اللي فاتت هي كانت محاولة مننا لأن احنا البنية الأساسية للتعليم العالي حاولنا بأفكار منهم الجامعات الأهلية ومنهم التوأمة اللي احنا بنتوسع فيها ومنها إن أنا أعوض الفجوة اللي أنا بداية الكلام معاك يا دكتور محمود اللي هي محتاجين كلنا نبقى فاهمينها، اللي هي أنا كإنسان دايماً عندي موضوع التكلفة وموضوع الفلوس هاجس.